شهدت الساعات القليلة الماضية خلافا حادا بين الفنانة الكويتية شيماء علي ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة بالشيخة البحرينية، حيث تطور الخلاف إلى شتائم وصراخ بينهما. أوكي ما عليك، صوري عيالك، بس لا تطلعين عيالك بأسوأ حالاتها، لأنه والله حرام 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 حرام، انتي قاعدة تدمرين عيالك بهالطريقة. وفي التفاصيل، خرجت شيماء علي بمقطع فيديو عبر حسابها على سناب شات انتقدت من خلاله المشهورات اللواتي يصورن عائلاتهن وأولادهن طوال اليوم وفي كل أحوالهم، معتبرة أنهن يقللن من قيمتهن وقيمة أولادهن. وأشارت شيماء إلى أن الموضوع لم يعد يحتمل وأن من تقوم بتصوير أولادها تساهم في تدميرهم، خاصة وأنها تصورهم في أسوأ حالاتهم. حرام، هذا الياهل ما رح يتم طول عمره ياهل، بيكبر يصير عنده ربع، يصير عندها أصدقاء، وأي شيء نقوله إحنا بالسوشيال ميديا ليل قبر بعد عمر طويل لنا كلنا بيتم معانا. ومن جهتها، اعتبرت مشهورة تيك توك شيخة البحرينية أن الكلام موجه لها، إذ إنها تصور أولادها دائما وفي كل حالاتهم. وتوجهت شيخة البحرينية بأقوى رد على شيماء، مشيرة إلى أنها لا تعرف إذا كانت تقصدها أو لا، لكن معظم المتابعين قالوا إنها تتحدث عنها. اسمحوا لي ببند البث وخليها تروح تنام. توسع صدع ما في تلفون، يلا روحي، ممنوع التلفون، ما يصير غصبا عنك صارخين في الله. وقالت الشيخة أنه في كلتا الحالتين ليس لها علاقة بما يفعله غيرها، وكل أم لها حرية إظهار أولادها بالطريقة التي تريدها. اللي تقول كلام شيء ما صح، أنا مو جابرت إنك تدخلين بثي، أنا ما جابرتش تطلعين فيديوهاتي ترند، أنا ما جابرتكم، أنا هذه حياتي، اللي يحبني بيقعد معاي، أنتوا مو مجبورين، بس مالكم الحق تشوهون سمعة الآخرين وتنغزون. الكل قاعد يمنشني تقصد شيخة، تقصد فلانة، تقصد ليش؟ خلصت مواضيع الترندات؟ ما ظل موضوع اللي ناطين على مال التيك توك؟ خلصت المواضيع؟ رايها اجي تواجهني، مو اجي تشوه سمعتي قدام الناس، ما لها حق، ما لها حق تجيب سيرتي، لأن أنا عمري ما جب سيرتها، سواء أنا كنت مخطئة مع عيالي مو مخطئة ما لها دخل. هي تطبطب على اللي تحبهم من المشاهير، تقول ما يطلعون عيالها كيفهم، بس ما لها شغل فينا والله. هاو، سواء كانت تقصدني ما تقصدني، أنا الكل منشني قالوا إن هي تقصدني.